ومن رام الله ينضم إلينا رائد رضوان، عضو المجلس الثوري لحركة فتح. أهلا بك معنا سيد رضوان. كيف تنظرون لموقف حركة حماس؟ يعني أعتقد أنه موقف يدعو للأسف. نحن كنا ننتظر أن يكون هناك رد إيجابي يمكن الرئيس أبو مازن من إصدار المرسوم خلال هذا الأسبوع أو على أبعد تقدير الأسبوع القادم من أجل البدء بالاستعدادات الفنية لإجراء عملية الاقتراع. لكن الموقف الذي اتخذته حماس ربما يعبر عن يعني نوايا مبيتة من أجل يعني استثمار أي حدث حتى لو كان على مستوى يعني إزالة خيمة اعتصام لعدد من الأسرى من أجل يعني إظهار هذه النوايا عبر موقف يرفض إجراء الانتخابات تجسيدا لحكم وسيطرة حركة حماس. يعني أنتم في حركة فتح ترفضون هذا القرار من قبل حركة حماس؟ هذا القرار إنما يعبر عن قرار لا مسؤول تتخذه حركة حماس اتجاه كل القضية الفلسطينية بشكل عام. على حماس أن تدرك أن الانتخابات التشريعية والرئاسية كان الهدف منها هو إنهاء الانقسام السياسي والجغرافي من أجل توحيد مؤسسات النظام السياسي ومن أجل الاتفاق على برنامج سياسي يجمع عليه كافة مكونات الشعب الفلسطيني. لكن حركة حماس للأسف اليوم تعيدنا إلى ذات المربع الأول وهو الإصرار على تجسيد هذا الانقسام نحو انفصال في قطاع غزة. لذلك أقول أن الشعب الفلسطيني يعي تماما من هو المعطل، وحركة حماس اليوم تؤكد للشعب الفلسطيني مرة أخرى أنها هي التي تعطل كل حالة وفاق ويمكن أن يصل لها الشعب الفلسطيني. ما المتوقع إذن سيد رضوان؟ نحن بالتأكيد سندرس هذا القرار وتبعياته، ونحن مصرون على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية باعتبارها تجسيدا لإرادة الشعب الفلسطيني، ولكن كنا نأمل أن تكون مدخلا أيضا لإنهاء الانقسام. لذلك المؤسسات الفلسطينية سواء على مستوى منظمة التحرير الفلسطينية أو على مستوى قيادة حركة فتح ستكون خلال الأيام القادمة بصدد بحث تطورات الموقف الذي أعلنت عنه حركة حماس من أجل اتخاذ موقف فيما يتعلق بالعملية الانتخابية برمتها. أشكرك جزيل الشكر رائد رضوان، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، كنت معنا عبر الهاتف من رام الله. شكرا جزيلا لك.